ربنا رزقها حسن الخاتمة، توفت بالأمس وهي صائمة، ندعو لها بالرحمة وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان. معانا على التليفون دلوقتي الكابتن ياسر صلاح المدير الفني لفريق كرة اليد سيدات الأهلي. في البداية كابتن ياسر، يعني البقاء لله في وفاة اللاعبة نور، وبنعزي أنفسنا وبنعزي أسرة النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي في وفاة اللاعبة نور. بقاء لله كابتن، وأحزاني طبعا. عايز أقول لك إحنا دقايق لسه مرجعينها، حاجة تحزن، بس هي راحت مكان أحسن لينا كلنا. ومش عارف أعبر أو عارف مش عارف أتكلم حقيقي، بس يعني حاجة أول مرة بصراحة، يعني مش عايز أقول لك بنت من بنات النادي الأهلي، بسم الله ما شاء الله، أخلاق الناس كلها بتحبها. مش عايز أقول لك إن اسكندرية كلها كانت موجودة، جميع الفرق موجودة في مصر كانت موجودة على رأسنا طبعا كابتن محمود الخطيب. مش عايز أنسى حد في مجلس الإدارة. حاجة تحزن. تلقيتوا الخبر إزاي إمبارح يا كابتن ياسر؟ أبدا والله، كانت صلاة الفجر وكانت صايمة، وقالت لهم محدش صحيني إلا قبل صلاة المغرب، وأمر الله بقى. يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقها حسن الخاتمة. علاقتها عايز يعني نعرف الناس، وهي ما شاء الله يعني ربنا بيرزقها حسن الخاتمة، وربنا يرزق أهلها الصبر والسلوان. عايز نعرف الناس علاقة اللاعبة نور بزميلاتها في فريق كرة اليد. ربنا يرزق أهلها طبعا، علاقة زميلتها زمايلها، مش عايز أقول لك الحب وال يعني دايما بتضحك، دايما بشوف ما تزعلش حد. وختمنا كان اخر حاجه لينا سوبر وكاس مصر موجوده معانا. لا مش عايز اقول لك حب اللعيبه وحب الناس دليل النهارده كل الناس. وانت كنت احد يعني الناس اللي كانوا موجودين في الجنازه النهارده، وكان موجود طبعا يعني مجلس الاداره بالكامل وعلى راسهم الكابتن محمود الخطيب. يعني النهارده يعني العدد اللي كان موجود، وده لما احنا بنتكلم عن حسن الخاتمه ان ربنا امبارح يعني بيرزقها وهي متوفيه وهي صائمه وهي بعد صلاه الفجر، الاعداد الكبيره اللي حضرت، ففعلا حسن الخاتمه دي يا كابتن ياسر. مش عايز اقول لك ان كان الناس جامع بينا احنا بس، غير الناس اللي موجوده مش عايز اقول لك ما كانتش في مكان لقدم. يعني بسم الله ما شاء الله، حبها للناس غير عادي، الناس بتحبها بطريقه غير عاديه. ربنا يصبر اهلها ويصبرنا احنا كمان. البقاء لله كابتن ياسر، وبنعزي اسره كره اليد في النادي الاهلي، وبنعزي عائله النادي الاهلي، اسره النادي الاهلي كلها في وفاة